دكتورة نيفين، زي ما تابعنا كده في الفيديو اللي تم عرضه ان ما فيش شك قصور وبيوت الثقافة اختلفت عما كانت عليه قبل 2014، لكن يبقى السؤال: ماذا عن النشاط الذي يقدم، وهل يتماشى مع لغة الجيل الحالي؟ اسمح لي من خلال البرزنتيشن بتاعتنا ان احنا نجاوب على السؤال ده بعد اذنك فخامة الرئيس. سنة الحضور قبل ما نبدأ نجاوب على السؤال نحب نستعرض الحالة الثقافية كانت عاملة ازاي قبل 2014. كان في مجموعة من التحديات اللي واجهت بداية تطوير العمل الثقافي تمثلت في ثلاث محاور رئيسية. أول محور كان تمركز الخدمات في العاصمة وعواصم المحافظات، بمعنى أن المراكز والقرى والنجوع اللي في المحافظات ما كانش بيوصل لها أي خدمات ثقافية. كان في بعض الإهمال في البنية التحتية أدى إلى بعض الأحداث الغير يعني الأحداث المؤسفة في بعض قصور الثقافة، بالإضافة إلى قلة التمويل. بعد 2011 ومع 2014 المادة 48 في الدستور المصري أكدت على حق المواطن في الحصول على الخدمة الثقافية والإتاحة بغض النظر عن الموقع الجغرافي والقدرة المالية. تنوعت المشروعات الثقافية وشملت جميع المحافظات. تم تنفيذ حوالي 162 مشروع بإجمالي استثمارات 3.6 مليون، وجاري دلوقتي تنفيذ 46 مشروع بإجمالي 4.6 مليون من إجمالي ميزانية 8 مليار و2 من عشر. تم تطوير بعض المؤسسات والمنشآت الثقافية من 148 مسرح بزيادة 88 مسرح مقارنة بعام ما قبل 2014. 85 موقع ثقافي تم افتتاحهم خلال 9 سنوات، و357 قصر وبيت ثقافي بزيادة 30 قصر بمقارنة عام 2014. في إطار التطوير تم تطوير 35 مكتبة و19 متحف و9 مدارس ومعاهد تعليمية بأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى 2357 نشاط ثقافي تموا في كل المرافق الثقافية اللي تم تطويرها. ودي بعض النماذج من المراكز الثقافية، صور لما قبل التطوير وبعد التطوير في مدينة طنطا وقنا ومسرح السامر في الجيزة اللي تم افتتاحه من شهرين فقط. مبنى دار الكتب في باب الخلق، طبعا ده مبنى عريق وطراز معماري مهم جدا، اتدمر في الأحداث الإرهابية اللي تمت في فترة ما قبل 2014، وتم تطويره بتكلفة 45 مليون جنيه. وهذه الصور طبعا قبل التطوير وبعد التطوير. وده قصر ثقافة وادي النطرون، وبيراعى في إنشاء القصور الجديدة العمارة البيئية بالذات في المناطق النائية. قصر ثقافة حجر العديسات نفس الطريقة، مبني بالعمارة البيئية بتاعة المنطقة. معارض الكتاب تم تنظيم 55 معرض سنوي، وده رقم لم يصل إليه المعارض قبل كده في هيئة الكتاب. ومعرض الكتاب في 2023 وصل عدد الزائرين فيه إلى 3.5 مليون، وده يعني رقم غير مسبوق نتيجة التطوير اللي حصل في المعرض والهيئة العامة للكتاب. مشروع سينما الشعب ده إحدى المشروعات المهمة جدا اللي تمت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان الهدف الأساسي بتاعه توصيل الخدمة السينمائية إلى المناطق المحرومة من هذه الخدمة. إحنا عندنا يا فخامة الرئيس عدد كبير قوي من المحافظات ما فيهوش دار سينما مبنية، فكانت الفكرة في إدخال الثقافة السينمائية في قصور الثقافة اللي فيها مسارح تسمح بتقديم هذه الخدمة. بدأ المشروع في عام 2019 بسبع دور سينما داخل قصور الثقافة، ووصل إلى 21 دار سينما في 19 محافظة. مشروع مسرح المواجهة والتجوال،
قدم عروض 910 ليلة عرض استفاد منها 3 مليون مواطن خلال الفترة من أغسطس 21 إلى 23. وفكرة المسرح ده بتقوم على فرق مسرحية بسيطة بتتجول في القرى والمراكز اللي ما فيهاش مسارح، بتبني مسرح صغير في الساحة بتاعت القرية وتقدم خدمة ثقافية متمثلة في برامج وعروض مسرحية تنمي الوعي لدى المتفرج وتعلي إدراكه بالمشكلات المجتمعية اللي موجودة زي الزيادة السكانية والأمية وهكذا. مشروع المسارح المتنقلة نفس الفكرة، ده 6 مسارح متنقلة على عربيات بتكلفة 26 مليون جنيه تم تنفيذها مع وزارة الإنتاج الحربي. هذه العربيات بتقدم الفنون المتنوعة على العربيات من عروض سينمائية ومكتبات متنقلة وورش حاكي وحرف تراثية في القرى والنجوع. وده بعض الصور للأنشطة بتاعت المسارح المتنقلة. مشروع أهل مصر تم تنفيذ 26 أسبوع ثقافي للطفل و12 ملتقى للطفل و12 ملتقى للمرأة الحدودية. هذا المشروع قايم على فكرة دمج أبناء المناطق الحدودية مع أبناء المحافظات الأخرى لتنمية الوعي والانتماء والدمج بين أبناء الوطن الواحد، وبيفضلوا على تواصل وبيتم استضافتهم في المحافظات المختلفة ويتعرفوا على المشروعات القومية الكبيرة اللي بتقوم في الدولة في المحافظات الأخرى. مبادرة صناعية مصر، هذه المبادرة لتنمية الحرف التراثية والحفاظ عليها، وهي يعني تلقى رعاية رئاسية. تاريخ الانطلاق بتاعها كان 2019. تم إقامة 3 دورات تدريبية وتخرج منها 123 شاب وشابة. بعد التخرج بيقوموا بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بيهم في الحرف التراثية، وبتساعدهم الوزارات زي وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية في المشاركة في معارض الحرف التراثية. ونأمل أن هذه المبادرة تنتقل إلى المحافظات التي بها حرف تراثية مشهورة. الاهتمام بتنمية مهارات ذوي الهمم كان من أولويات الثقافة طبقا لدستور 2014. تم تنفيذ 2987 نشاط متنوع ب 1600 فاعلية من فرق مسرح وكورال منتشرة في قصور الثقافة ومراكز الإبداع زي مركز تنمية المواهب في الأوبرا. وتم تكوين أول فرقة من أصحاب الهمم في الأداء الحركي واسمها فرقة الشمس تبع للمركز القومي للطفولة. المشاركة بمبادرة حياة كريمة كان من ضمن أولويات العمل الثقافي والتنمية الثقافية. قامت وزارة الثقافة بتنفيذ 3449 نشاط ثقافي استفاد منها 1.5 مليون مواطن في الفترة من أغسطس 21 حتى يونيو 23. مشروع كشك الكتاب ده مشروع تقدمت به الهيئة العامة للكتاب بالشراكة مع مبادرة حياة كريمة لتوفير منافذ بيع لإصدارات وزارة الثقافة بأسعار رمزية لأبناء القرى والمراكز اللي بتقوم بتطويرها مؤسسة حياة كريمة. مراكز تنمية المواهب دي كيان جديد تم إنشاؤه داخل قصور الثقافة اللي تم تطويرها، وهي مراكز تنمية للمواهب متخصصة في الموسيقى والأداء الحركي للأطفال والأشغال اليدوية. جوائز الدولة المعتادة اللي بتقدمها وزارة الثقافة كل عام، تم إضافة جائزة للمبدع الصغير وهي تحت رعاية السيدة الأولى حرم فخامة الرئيس. هذه الجائزة لأطفال المبدعين من سن 6 إلى 18 سنة. أقيم 3 دورات، في الدورة الثانية تم إضافة جائزة للأطفال أصحاب الهمم، وفي السنة الثالثة أخذ مجلس إدارة الجائزة قرار بأن يكون في جائزة لأبنائنا في الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة
ربط الأبناء الجيل الثالث في الخارج بالوطن الأم عن طريق المشاركة في الفعاليات الثقافية. علي الوزيرة، يعني حضرتك وأنت تتحدثي عن الأرقام، ممكن برضو توصف لنا إحساس الشباب اللي لقوا الدولة بترعاهم والدولة بتديهم جوائز زي جائزة التفوق أو المبدع الصغير وغيرها؟ جوائز الدولة متحدد لها سن وبتكون بالترشيح، زي جائزة النيل وجائزة الدولة التشجيعية. جائزة الدولة التشجيعية بيتم التقدم لها للمبدعين أقل من 40 سنة. جائزة نجيب محفوظ دي جائزة خاصة بالأدب. جائزة التفوق دي بيتم الترشح لها من الجهات زي الجمعيات والمؤسسات والجامعات والأكاديميات الفنية. والجوائز دي كلها بتكون في مجال العلوم والأداب، العلوم الاجتماعية والأداب والفنون. جائزة المبدع الصغير دي الوحيدة اللي للأطفال، ما كانش في جائزة للأطفال قبل كده في جوائز الدولة، دي أول جائزة للأطفال في جوائز الدولة. دي من سنة 6 ل 18 سنة، مقسمة من 6 ل 12 ومن 12 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. وهنا رعاية النشأ. لرعاية النشأ، وبعد كده اللي بيفوز في الجوائز دي وزارة الثقافة بترعاه، بيلتحق بمراكز الإبداع، بمركز الإبداع الفني في الأوبرا. الأطفال اللي بيكتبوا قصص أطفال بنطبع لهم القصص دي وبتطرح للمكتبات العامة. معرض الكتاب في يناير 23 كان في أول كتاب يطبع لطفلة عندها 12 سنة، وعملنا لها حفل توقيع، وكانت حاجة ملهمة جدا إن الأطفال قاعدين حواليها في جناح الأطفال وهي بتتكلم معاهم وبتحكي تجربتها في الكتابة الأول مرة والفوز بالجائزة. في مجال الترجمة والنشر، مجال اكتشاف وتنمية المواهب، مشروع ابدأ حلمك بالسينما وابدأ حلمك بالمسرح، دي من المشاريع الجديدة اللي تمت إقامتها في وزارة الثقافة بالتعاون مع الجامعات، وزارة التعليم العالي. شاركنا في جامعات من 8 محافظات عن طريق التعاون بين هيئة قصور الثقافة في المحافظات والجامعات لاكتشاف المواهب في السينما والمسرح. هذا المشروع بيقوم على دورات تدريبية للمهتمين بتعلم فنون السينما والمسرح، وبيتعمل مسابقة بينهم لاختيار أفضل العناصر، وبعد كده بيتقدموا للمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة. هذا العام فرقة المسرح بتاعة جامعة عين شمس فازت بالمركز الأول في مهرجان المسرح القومي. في مجال الترجمة والنشر تم إصدار 6000 عنوان وترجمة 1313 إصدار أجنبي. ولتشجيع حركة الترجمة دايما بيبقى فيه مسابقات للمترجمين، شباب المترجمين، لتحفزهم على المشاركة في ترجمة الكتب الجديدة من وإلى العربية باللغات المختلفة، وحققوا السنة دي 6.7 مليون جنيه من بيع الإصدارات اللي تم طباعتها. في مجال حماية التراث، وزارة الثقافة قدمت عن طريق المركز الجهاز مشروعات بيقوم بها جهاز التنسيق الحضاري، مشروع عاش هنا، ده لأشهر الفنانين والمبدعين والأدباء والمشاهير اللي عاشوا في البيت تكريما ليهم. بنحط يافطة على البيوت اللي عاشوا فيها علشان الناس تعرف مين اللي عاش هنا تكريما وتخليدا لذكرى، زي طه حسين والأستاذ ياسر رزق الصحفي. ذاكرة المدينة كونوا عملوا في مشروع عاش هنا 965 لوحة على بعض المنازل، ومكملين المرحلة الثانية بتاعة المشروع في مصر كلها. حكاية شارع من ضمن برضو حماية التراث الثقافي، قدموا حوالي 265 لوحة على الشوارع في وسط المدينة في المحافظات الكبيرة زي القاهرة والإسكندرية والأقصر. بيحكوا بشكل مختصر جدا معلومات بسيطة عن أسماء الشوارع كنوع من الثقافة. حكاية شارع، احنا دايما بنشوف أسماء شوارع ولكن ما بنبقاش عارفين كل الحكايات بتاعت أسماء المسميات دي جاية منين. فده مشروع قدمه جهاز التنسيق الحضاري،
لوحات وتوثيق المباني وحكاية شارع. المشروعين دول بيحكوا تاريخ المباني التراثية والطرز بتاعتها. وثقوا حوالي 800 لوحة على بعض المباني التراثية في وسط البلد في القاهرة والجيزة. في مجال الترميم بدار الكتب، في وحدة تم تطويرها لترميم الوثائق والنسخ المحفوظة من الوثائق التاريخية المهمة. آخر حاجة تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي نسخة من المصحف الحجازي النادر، وهو يعود إلى القرن الأول الهجري. في مجال الرياضة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي، بتزداد أعداد المشاركين في المهرجانات كل عام ما بين المهرجانات القومية والمهرجانات الدولية التي تقيمها مصر، زي مهرجان السينما ومهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ومهرجان العالمين، وأقيمت النسخة الأولى منه هذا العام، وطبعا شهدت رواج كبير جدا، وضع يعني مدينة العالمين على الخريطة السياحية العالمية في مجال الثقافة والفنون. وكان ختام المهرجان بتكريم المشاركين في مسلسلات الدراما هذا العام في مهرجان الدراما في نسخته الثانية. طبعا المحتوى البرامجي والدرامي بيعمل تكامل للرؤية بين الإعلام والثقافة، لأن الإعلام هو إحدى أذرع الثقافة في تنمية الوعي ووصول المعلومة إلى المجتمع. وكان دايما في تواصل دائم من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه بين وزارة الثقافة والمتحدة في نقل الفعاليات الثقافية من ندوات ومهرجانات واحتفالات شعبية علشان تعمل رواج وتشجع إقبال الناس عليه. في مجال التكنولوجيا طبعا كان لازم نواكب التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم كله، فكان في بروتوكول موقع مع وزارة الاتصالات تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في رقمنة المحتوى الفني والثقافي لوزارة الثقافة. وكانت البداية دار الأوبرا والهيئة العامة للكتاب وأكاديمية الفنون ما بين نوت موسيقية وصور وحفلات مسموعة ومشاهدة وكتب مقروءة ومجلات ورسائل وكتب علمية في أكاديمية الفنون، وإحنا بصدد البدء في المرحلة الثانية إن شاء الله. مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية دي بكورة المشروعات ودورة التاج في المواقع الثقافية في الدولة كلها، وبنأمل إن شاء الله أن يعني هتنقل الثقافة والفنون في مصر إلى مستوى عالمي عن طريق إدارتها بواسطة شركة عالمية للتسويق لضمان يعني أحسن العروض العالمية وضمان التشغيل طوال العام. وهي بتحتوي على منشآت عديدة، منها مبنى الأوبرا الرئيسي ومتحف عواصم مصر وبيت العود. وبيت العود يعني مهتم بتصنيع آلة العود وتخريج دفعات من الشباب المحبة للموسيقى فإنها تتعلم حرفة صناعة العود والعزف عليه. مبنى معارض فنية وصالات باليه، ومبنى معارض فنية واستوديوهات رسم لاستضافة الفنانين التشكيليين من مصر والعالم لتبادل الخبرات وإقامة المعارض والسوق. يبقى فيه سوق كبير للفن التشكيلي في مصر عن طريق هذا الكيان. مركز مصر الثقافي الإسلامي، هذا المركز ليه دور كبير جدا في الثقافة الدينية الحقيقة، لأنه بينشر الوسطية في الدين الحنيف، وإحنا يعني مصر دايما منارة للوسطية. وجاري تنفيذ متحف المقرئين، متحف المقرئين بيضم المقتنيات الشخصية لأشهر المقرئين المصريين المعروفين، وحيكون في جزء لكل واحد منهم وبيتكلم عن تاريخه وتسجيل صوتي للقرآن الكريم كامل بصوته. في الخطة المستقبلية إن شاء الله بنأمل إن إحنا تحت الإنشاء يكون في 4 بيوت وقصور ثقافة وإحلال وتجديد 12 قصر ثقافة وبيت ثقافي وإنشاء 5 مكتبات جديدة وإحلال وتجديد 5 متاحف
وإحلال وتجديد 10 مسارح، إحلال وتجديد المعهد العالي لفنون الطفل، والانتهاء من إنشاء أكاديمية الفنون بالإسكندرية، والانتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة بأكاديمية الفنون. وطبعا هذه الصور لبعض المنشآت اللي تمت المرحلة الإنشائية بتاعتها وفي طور التجهيز لافتتاحها في خلال 3-4 شهور إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.